لماذا يصر الاحتلال على اقتحام مخيم جنين؟ ما الرمزية التي يشكلها المخيم؟ وكيف ظل المخيم عصياً على الاحتلال على مدار عقدين من الزمن؟ ما هي قصة معركة جنين الأولى؟ وكيف ارتبط اسم مخيم جنين بالمقاومة؟ هل يستطيع الاحتلال كسر شوكة المخيم واقتحامه؟ أم أنه سيبقى عاجزاً عن فعل ذلك؟ بالمختصر، ما هي حكاية مخيم جنين؟ تأسس مخيم جنين عام 1953 إلى الجانب الغربي من مدينة جنين على مساحة تقل عن نصف كيلومتر مربع ويقطنه 27,000 نسمة. تاريخ جنين متجذر في القدم، فقد قاومت الغزو الفرنسي ثم أشعلت الثورة ضد الاستعمار البريطاني بقيادة الشيخ عز الدين القسام ومشاركة ابن جنين الشيخ فرحان السعدي. في النكبة منع أهالي جنين رفقة الجيش العراقي العصابات الإسرائيلية من السيطرة على المدينة، أما المخيم فبقي خارج سيطرة الاحتلال منذ تأسيسه حتى النكسة في العام 1967. ومع بدء انتفاضة الحجارة عام 1987 حاصر الاحتلال المخيم قرابة 60 يوماً ليتمكن بعدها من اقتحامه. مشهد تكرر بعد ذلك 14 عاماً خلال معركة جنين الشهيرة عام 2002. ولكن لماذا اكتسبت معركة جنين هذه الشهرة الواسعة؟ لم يتقبل الاحتلال حقيقة أن 20,000 من قواته عجزون عن اقتحام مخيم يضم 200 مقاتل فلسطيني فقط. في عملية السور الواقي اجتاح الاحتلال مدن الضفة الغربية لإخماد بؤر المقاومة فيها، ففرض حصاراً مشدداً على المخيم ومنع عنه الغذاء والدواء والماء والكهرباء، وطبق الاحتلال سياسة الأرض المحروقة عبر القصف الشديد للمخيم. صمد المخيم 15 يوماً وخلف العدوان عشرات الشهداء، وأدى لهدم 1,200 منزل بشكل كلي أو جزئي، وقتل 23 جندياً إسرائيلياً بحسب الإعلان الإسرائيلي، وأكثر من 50 جندياً بحسب شهادات محلية. اعتقد الاحتلال أنه قضى على المخيم الذي أسماه عش الدبابير، ولكن المخيم تحول إلى أيقونة ملهمة لمقاومة الاحتلال الموحدة، إذ ضمت القيادة الميدانية المشتركة جميع الفصائل بقيادة أبو جندل الذي استشهد خلال المعركة. بعد السور الواقي اغتال الاحتلال عدداً من أبناء المخيم وعرقل عملية إعادة بنائه، وقتل قناص إسرائيلي مدير مشروع إعادة الإعمار إيان هوك في تشرين الثاني نوفمبر عام 2002. بعد معركة جنين تعرض المخيم للتهميش، وكان ربع السكان تقريباً يعانون من البطالة، مما خلق ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة في المخيم. اطمأن الاحتلال بأن سياسة كي الوعي أفقدت جيل المخيم الجديد الحس الثوري الموجود لدى سلفه، وقد كتبت صحيفة هارس العبرية عام 2016 تقريراً بعنوان جنين التي كانت ذات يوم الأكثر تشدداً في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تلوح بالعلم الأبيض. وذكرت هارتس أن أقصى ما يتمناه أهالي المخيم إعادة بناء منازلهم والبنية التحتية، وأن السلاح الموجود حالياً لا يستخدم إلا في الأفراح والمناسبات، ووصفت الصحيفة حالة المخيم بالمحطمة. إذن ما الذي أعاد مخيم جنين لحالة الاشتباك مع الاحتلال بعد سنوات الهدوء الطويلة؟ ثلاثة أحداث مفصلية كانت نقطة التحول. الأول استشهاد أحمد جرار بعد تنفيذه عملية إطلاق نار ومطاردته واشتباكه مع قوات الاحتلال. الثاني معركة سيف القدس التي شكلت دفعة معنوية للمخيم. وأخيراً هروب 6 أسرى من سجن جلبوع ومطاردة الاحتلال لهم واختباء 2 منهم في جنين وإعلان المخيم الاستعداد لحمايتهم. بعد تنفيذ 2 من أبناء مخيم جنين ضياء حمارشة ورعد خازم لعمليتين في بني براك وتل أبيب، أصبح القضاء على المقاومة في جنين هدفاً رئيسياً للاحتلال مجدداً. فهل يكرر ما فعله في عام 2002؟ يناقش الاحتلال سيناريوهات عدة أبرزها شن عملية عسكرية واسعة ضد المخيم، لكنه يتخوف من الخسائر البشرية ومن امتداد العمليات لباقي مناطق الضفة ومن تدخل الفصائل في غزة. السيناريو الآخر يهدف لاحتواء الأحداث بتنفيذ عمليات موضعية باغتيال أو اعتقال عناصر الفصائل الفلسطينية، لكن هذا الخيار لا يقدم حلولاً كاملة للتعامل مع مخيم جنين. أما جنين فطورت عملها وتحاول استنساخ حالة المواجهة في مناطق مختلفة من الضفة، مستفيدة من حالة الوحدة التي تجمع الفصائل في المخيم
وعدم ارتهان القرار فيه لأي جهة خارجية. كلما شعر الاحتلال أن المقاومة ضعفت أو انهارت في الضفة الغربية يجددها مخيم جنين، بل إنه يحيي جميع عناصرها ويصدرها إلى بقية مناطق الضفة. فهل يستطيع الاحتلال السيطرة على مخيم جنين؟ أم أن نموذج المخيم سيتكرر في مناطق أخرى؟